على طاري الديلما ها خلونا ناخذها قبل ما نبدا محاورنا. تفضل. الديلما مع تركي المذيع المتالق، ولكن يا اخي الديلما صارت زي البرايم سؤال. احنا تعودنا على كاركترات يعني مع المعيدي. هو الفكره يمكنها يعني قناه الواقع يمكن لها توجه ثاني بتغيير بعض الاشياء الثوابت. نعم. احسنت. في برامج الواقع يعني خلاص اوكي يعني هذه لها اخذت تقريبا 7 سنين. أيه. من الفكره، فليش المانع من التجديد؟ نعم. اقولها لك يعني بعد بـ 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 يعني باختصار انا وطالب القناه في اي فكره جديده تبغون يعني تسوون لها تست في برامج الواقع، البرامج القادمه ما اتوقع افضل من جنتل. محمد فاضي صح، وقت مساحه بعدين متسابقين 6 بس يحضرون في الهواء. طيب نبدا دقيقه دقيقه نشوف الافكار اذا يبغون في تطبيق. فيليت محمد انا عندي التغيير دائم، التغيير اذا ما كان للافضل فانا اشوف انه ما يحصل. يعني فقره تركي صحيح ان تركي بدع في الـ في الـ في الـ بس مثل ما قال سالم انها صارت مثل البرايم. انا يعني ان شاء الله ان تركي يجد لها فكره افضل من هذه الاسبوع الجاي، يحاول يغير يعني يجيبها فكره مثلا رعب، مثلا يدورها لوكيشن احلى. ايه يعني يخلي فيه حياه. لا يصير انا كوبي بيست. كوبي بيست ترى تو متعلم. سلام سلام. كوبي بيست يعني كوبي بيست بسيطه. كوبي بيست من البرايم نفس البرايم. سؤال إيه. فأتمنى يا تركي يا ابن محمد الأسبوع الجاي جد إنك تدهشنا، وأنا أدري إنك تقدر تدهشنا. ادهشنا 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 يا مال الشحم ادهشنا. طيب